سمو الأمير بودنا بكلمة في هذا الحفل. شرف لي هذا المساء أن شرفني سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله برعاية هذه المسابقة وهذه المناسبة الشريفة التي تحتضن القرآن الكريم وأهله، وهي لا شك مبدأ متخذ في هذه البلاد منذ تأسيسها. أتمنى إن شاء الله أن يكون هؤلاء الحفاظ على مستوى عالي وجيد في أعمالهم وفي منهجهم القادم بإذن الله. كما أشكر في نفس الوقت زميلي معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية على دوره الكبير في هذه الجائزة وفي أعمال الوزارة، فهو يقوم بجهد يجب أن نشكره عليه ونقدر له هذا العطاء الجيد. كما أشكر في نفس الوقت لجان التحكيم التي فعلا تتابعت على هذا البرنامج بشكل كبير ومستمر، لهم مني التقدير والدعاء من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم بإذن الله. سمو الأمير حفظك الله، أسهمت هذه الجائزة طوال أكثر من عقدين الزمن في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال في نفوس الناشئة، كيف تعلقون حفظكم الله؟ عقدنا يجب أن تستمر بإذن الله، وهي مستمرة في هذا المنهج وسوف تقضي على كل إشكال. هذا هو ما نظرتي لها، لأنها يجب أن تدعم بهذا الأسلوب، وأفضل من يدعمها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين. أرجو أن يوفقون إن شاء الله في العطاء لهذه الجائزة وهذا المنهج الذي هو منهجهم دائما وأبدا. وما هي رسالتك من الفائزين حفظكم الله؟ نعم، رسالتك من الفائزين أرجو أن يوفقون أن يحافظوا على منهجهم وعملهم وما اكتسبوه من علم ومعرفة. سمو الأمير، وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ راهنت على إقامة هذه المسابقة رغم الجائحة العالمية، جائحة كورونا، كيف يعني كلمتكم بهذه المناسبة؟ نشكر الله سبحانه وتعالى الذي مكنهم من هذا العطاء في هذه الظروف، واستطاعوا أن يتخطوا هذه المشاكل ويجدون هذه المناسبات بشكل راقي جدا. شكرا سمو الأمير. شكرا.